احنا انتصار مظهر ناصر من سوريا حمص، متجوزة مقيمة حاليا بمصر. بطلب باسم الرب يسوع المسيح تساعدوني، انا بحاجة عملية لاصلاح فتقين، فتق بالسرة وفتق باعلى المري، مع تركيب شبكة لدعم عضلات البطن بسبب ضعفها وتهتكها. تكلفة العملية 20,000 جنيه، بتمنى انكم تساعدوني باسم الرب يسوع المسيح وتتسدد كل احتياجاتي. شكرا لكم وشكرا لمحبتكم وربنا يبارك. من وين انت انتصار؟ انا من سوريا من حمص. هلا بمصر؟ هلا بمصر، متجوزه بمصر صار لي تقريبا 8 سنين. خبروني الادمن برسل المسيح انه قلت لهم انا بعرفها شخصي. ايه 5 سنين طلبت منك مساعدة وقتها بتكلفة الولادة، لأنه كانت ولادة قيصرية قبل هلا؟ قبل هلا. وبشكر الرب إني اللي قدرت أتعرف عليك ووقفتي معي وسندتيني وبعتتي لي فورا. هذا الحكي إيمت؟ من 5 سنين وصلت مع حضرتك وبعتيني وبعتيلي المساعدة فورا على مصر، وساعدتيني قبل الولادة بكم يوم بالضبط. وقت طلبتي أول مرة للكبيرة، بعدين جبتي الثانية. يعني أنجلينا ربنا دبرها ويسرها، وكنا الحمد لله كانت شوي الشغل كذا، بس وقتها يعني ولادة أنجلينا هي اللي صابر معي الفتق. ولادة تاني صار معي المضاعفات. طيب حبيبتي، المبلغ المطلوب هو 20,000 جنيه للعمليات اللي عندك ياهم. المبلغ الأد خبروني من شهر وقت رجعت الدكتور وأخذت التقرير إنه تكلفة العملية الحد الوسط تبع 20,000، يعني قال لي ممكن زيد، وطبعا هاي غير تكلفة المستشفى نفسها، يعني هاي 20,000 طلب الدكتور لإيده الجراح نفسه للدكتور التخدير فقط. بكل الأحوال ليك يا حبيبتي، شو ما كلفت عمليتك باسم الرب يسوع المسيح بتتلبى. يا رب يا رب دخيل اسم الرب إن شاء الله، وأهم شيء أنا يعني ربنا يوقف معي يعملي كبيرة، ربنا يقويك ويجزيك كل خير ويبارك حياتي ويعوضك عقد ما في حياتي. سلام المسيح أمنا ماجي، بشكر ربنا اليوم تم استلام الحوالي الأولى من تكلفة عمليتي، وبشكر كل من ساهم من يساعدني بتسديد احتياجي. شكرا كتير لكم أمنا ماجي، سلام المسيح يكون معك ورافقك ويحافظ عليك ويحميك يا رب، يبارك خدمتك إن شاء الله. عم حضروني ان شاء الله 10 دقائق بالكثير، غرفه العمليات جاهزه ان شاء الله. صلوا لي وادعوا لي والمسيح يكون معكم ويرافقكم يا رب. نشكر ربنا، عملت العملية وقمت طلعت بالسلامة، وهلا لصحيت شوي. بشكر أمي ماجي غزام على سندة معي ووقفت معي مع محبتكم يا رب، شكرا كتير لكم والله يبارك فيكم. بشكر الله اليوم استلمت الحوالي الثاني من تكلفة العملية وتسديد احتياجي. بشكرك يا أمنا ماجي، وقفتك معي ولولاكي ولولا سندك معي ما قدرت أعمل عملية. ربنا يرعاك ويحافظ عليك ويسدد احتياج كل الناس المحتاجين. بشكرك يا أمنا ماجي، وربنا يخلي لك عائلتك يا رب. الله يبارك فيك يا رب، يبارك خدمتك ومحبتك لألنا يا بنت النور. المعطي بسرور يحبه الرب.